أحسن الظن في الله، أجمع بين العلم والعمل والدعاء وحسن الظن، وبهذا أجمع بين القضاء والقدر، مفهوم؟ لكن بعض الناس نسأل الله السلامة يشرب الخمر وتسأله تقول لماذا تشرب الخمر؟ يقول لو شاء الله ما شربت الخمر، مفهوم؟ ايش تصنع معه؟ تضربه حتى يغمى عليه، تضربه حتى يغمى عليه، فإذا أفاق من الإغماء وقال ليش تضرب؟ قل قدر الله، قدر الله أضربك، اقتنع اتركه، لم يقتنع اعطيه الثانية، مفهوم؟ أو خذ ما في جيبه أي شيء وكسر أو قطع النقود. لماذا؟ قل قدر الله، ايش أصنع لك أنا؟ مفهوم؟ لا، أنت تقدر الخير، لماذا تقدر الشر؟ ولماذا لا ترضى أن تتقطع النقود؟ ولماذا لا ترضى أن أكسر القلم مثلا؟ إذا لابد أن تحسن الظن في الله وتعمل عمل أهل السعادة ولا تعمل بعمل أهل الشقاء، نسأل الله العافية. المرتبة الثالثة الإحسان. الإحسان ركن واحد، تحت هذا الركن إما عبادة مشاهدة أو عبادة مراقبة. عبادة المشاهدة هذه عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، عبادة رغبة، حب، شوق فيما عند الله. أقوى دافع يدفع للعبادة هنا المحبة والشوق فيما لما عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدمه، يقول أفلا أكون عبدا شكورا. إذا لم تستطع الوصول إلى هذه المرتبة لا يمكن أن تخرج عن المرتبة الثانية، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عبادة خوف وهرب وتسمى عبادة المراقبة، هذه لا يخرج عنها مسلم. ما الدليل على أركان الإسلام والإيمان والإحسان؟ عليه السلام، يا أخواننا، جبريل عليه السلام جاء إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في صورة عالم ولا متعلم؟ سماه النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ معلم، وهو جاء في صورة متعلم. لماذا؟ لماذا؟ قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم. لماذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم معلم وهو جاء متعلم؟ لماذا؟ لأن جبريل عليه السلام ظهر عليه أثر طلب العلم في لباسه، وسط، لا إفراط لا تفريط، في جلوسه، جلس لم يمد رجليه، مفهوم؟ نعم، جلس جلسة المتأدب المتعلم، لم يستخدم الجوال، تقول لا يوجد جوال، يعني لم يلعب. دنا من النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يجلس آخر شيء هناك، لا خطأ هذا، دنا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمع حتى يفقه، أنصت لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال عندي سؤال، حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم، عندما انتهى يقول الآن جاء وقت السؤال. إذن أدب، لابد أن الطالب يتأدب بالآداب. كان في الحقيقة هو متعلم، لكن عندما ظهر عليه آداب طلب العلم أصبح معلم. ست حقوق يؤديها الطالب، ولا بد حقوق ستة، مع نفسه ومع زميله ومع كتابه ومع المكان الذي يدرس فيه ومع شيخه ومع العلم الذي تعلم. ست حقوق، لعلكم البعض يسمع أول مرة، كيف لابد تؤديها وأنت طالب علم؟ أنا أطالبك بالحقوق الستة تؤديها ولا بد، لكن ليس معي مع العلماء، والله أعلم. السؤال الثالث الذي تسأل عنه في قبرك، من نبيك؟ تقول هو محمد عليه الصلاة والسلام، ابن عبد الله، ابن عبد المطلب، ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. السلف الصالح كان يلقن الأولاد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما تلقن أنت الفاتحة والتشهد، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. له من العمر 63 سنة،
40 قبل النبوة، 23 نبيا ورسولا، هو نبي ورسول. أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي، اقرأ باسم ربك الذي خلق، الخمس الآيات الأولى من سورة العلق. وأول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول، يا أيها المدثر نبي بإقرأ، أرسل بالمدثر، بلده مكة، ولد بمكة، وهاجر المدينة عليه الصلاة والسلام. إلى ماذا يدعو؟ هذا أهم ما يكون، أو من أهم ما يكون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ندعو إلى ما دعا عليه الصلاة والسلام. إلى ماذا يدعو؟ يدعو إلى التوحيد وينذر عن الشرك، هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. إلى من بعث؟ من يعرف؟ إلى من بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى الثقلين، الجن والإنس. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن كل من بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر كفرا أكبر، مخلد في النار خلود أبد لا يخرج منها أبدا، كان من كان، يهودي نصراني مجوسي سمي ما شئت. أصلا هذا كاذب في قوله أنه متبع لموسى أو عيسى عليهم الصلاة والسلام، لأن موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام أمروا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر أن أتباعهم لابد أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كفر. إذن اليهود والنصارى الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والذين في زمن الآن بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا بكفار، والله ما نغشهم، ننصح لهم، نقول أنتم خالفتم ما جاء به موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. هل هذا الدين كمل أو لا؟ من نعمة الله على هذه الأمة نعم كثير، منها أن هذا الدين كمل، لا يستطيع أحد أن يبتدع شيئا في دين النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لنا الاتباع. مات النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يلحق ما يلحق البشر عليه الصلاة والسلام. فرضت عليه الصلوات المفروضة الخمس قبل الهجرة بثلاث سنين، عليه الصلاة والسلام لم يترك شيئا يقرب إلى الله إلا وأمر به، وعظم ما أمر به التوحيد، ولم يترك شيئا يبعد عن الله إلا ونهى عنه، وعظم ما نهى عنه الشرك، والله أعلم. ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب بخاتمة ذكر فيها ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، ذكر فيها ما يتعلق بالهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام باقي إلى قيام الساعة. العلماء الربانيين، لا يوجد عالم واحد معتبر من العلماء المعتبرين إلا ويقول بوجوب الهجرة، ابحث ما شئت لن تجد إلا حل واحد في أن تبقى في بلاد الكفر، وهو الدعوة إلى الله، تبقى داعية إلى الله. أما غير هذا ترك آثم، إلا من استثناهم الله سبحانه وتعالى. فأنت يا أخي اعقد النية من اليوم أنك تبقى في بلاد الكفر للدعوة إلى الله، وإلا ترى آثم. وبهذا أفتى العلماء، والدعوة في هذه الأيام من أسهل ما يكون، في القديم تحتاج إلى ذهاب، الآن من البيت تستطيع، لكن لا ترسل هذه الرسائل، لا، خذ الكلام الموثوق 100% كتب العلماء المعتبرة، أرسل في التوحيد، في وجوب الصلوات الخمس، في الزكاة، في الطهارة، في كذا، هذه دعوة إلى الله، تستطيع أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ذكر أيضا أن المسلم لابد يكفر بالطاغوت. ما هو الطاغوت؟ الطاغوت من الطغيان، من التجاوز، يتجاوز الحد بعض الناس ويعبد الأحجار والأشجار، طواغيت. يتجاوز الحد ويطيع العلماء والأمراء في معصية الله، طواغيت، جعلهم طواغيت. قال والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، الأول إبليس نعوذ بالله منه، الثاني من عبد وهو راض، لو جاء إنسان للشيخ وسلم عليه وانحنى له بالركوع بالسجود، إذا هذا قال الله يبارك فيك وجزاك الله خير، طاغوت لا شك فيه. لكن لو قال له رفع هكذا ويقول أجعلت الله ندا، مفهوم؟ إذن هو موحد. الثالث من دعا الناس إلى عبادة نفسه مثل فرعون.
الرابع من ادعى شيئا من علم الغيب، وهذا كثير في هذه الأيام، يقول غدا يفوز الفريق الفلاني 2-0، غدا يموت فلان، غدا يحدث كذا، كاذب وكافر كفرا أكبر. الخامس من اعتقد أن الحكم بما أنزل الله لا يصلح، أو حكم فلان من الناس أو القوانين أو الطواغيت مثل حكم الله أو أحسن، معتقدا هذا يكفر كفر أكبر، لكن قدم حكم القوانين لحب دنيا أو ما لذلك، هذا كفر أصغر، كفر دون كفر، كفر غير مخرج من الملة. بهذا ولله الحمد تم هذا المتن، يعني باختصار شديد. ماذا عليك يا أخواننا؟ هذه المتون أوصى بها العلماء، ارجع للمتن، اقرأ المتن، احفظ الأدلة، احفظ التعاريف. عيب عليك لا تعرف معنى الإسلام ولا الإيمان ولا الإحسان ولا أركان الإيمان. تحفظ الأدلة، تراجعها مع إخوانك، تعلم الناس التوحيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالتوحيد، وأسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا. كل واحد يذكر لي فائدة واحدة يحسن السكوت عليها. نعم. الفائدة أن لابد أن تعلم أطفالك في البيت العربي. نعم، العربية، تتكلم بالعربية في بيتك مع زملائك، هذا يعرف اللغة العربية، لماذا لا تكلم بالعربية؟ صح؟ الآن اللغة العربية عندك تنقص، والله إذا لم تتكلم بها تنقص، بعض الكلمات راحت عنك، صحيح؟ أي نعم، نعم. الدعوة إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أنا ومن اتبعني. فإذا كنت حقا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تدعو لما دعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا مثل بعض الناس الحالة يضعها في الجوال في الواتساب، والنار وأشياء يعني يضع غريبة، والغنم. يا أخوان اغتنموا هذه الفرصة، والله تسأل. نعم يا أخي. لابد أن نعلم التوحيد، لابد أن نعلم التوحيد، لأننا نشك في التوحيد. إذا لابد نعلم التوحيد، ونبدأ بالتوحيد كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى الإيمان؟ ولابد أن نعرف أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. الله يفتح عليك. مراتب الدين الثلاثة، يقول تعلمنا مراتب الدين ثلاثة: إسلام، إيمان، إحسان، وكل مرتبة لها أركان. الصبر ثلاثة أقسام: أولا لابد تصبر على العلم، وتصبر على العمل، وتصبر على الدعوة. وأنواع الصبر الثلاثة. نعم يا أخي. طلب الشخص يكون إذا كان حيا وقادرا. نعم، يقول يصح أن أطلب من المخلوق شيئا يقدر عليه بشرط أربع: حي، حاضر، قادر، أعتقد أنه سبب. نعرف معنى الشرك ونحذر. لابد أن نتعلم الشرك حتى لا نقع فيه ونحذر منه. أما الحكم على أشخاص هذا ليس لنا. الدعوة إلى غير المسلمين، لابد ندعو غير المسلمين. نعم. لسنا علماء ولسنا أهل للفتوى، لكننا أهل لأن نعلم الذي تعلمنا نثق فيه 100%. نعم، الفرق بين الدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة. لابد أن ترتقي إلى مستوى أعلى في طلب العلم مثلا. الله يجزاك خير. يقول إلى متى ونحن ندرس الأصول الثلاثة؟ عيب. هذا المجلس آخر مجلس ندرس فيه أصول ثلاثة. لو جئت المرة القادمة وقال الشيخ مصطفى ندرس أصول ثلاثة، قل لا، تعلمناها، اختبر ونرتقي. هذا الأخ الآن لو نقول له نعيد لك الآن أولى ابتدائي، تقبل؟ تدرس سنة كاملة أولى ابتدائي؟ ما يقبل. 6 سنوات أولى ابتدائي؟ ما يمكن. يقول تحطبني أنت، ما أقبل لو تعطيني ملايين. صح؟ لكن كل ما يأتي عالم يدرسنا أصول ثلاثة، يأتي الثاني أصول ثلاثة، الثالث أصول ثلاثة. نعم ممكن تأتينا دروس مذاكرة مثل ما يصنع الشيخ العصيمي حفظه الله، هذه المتون يعيدها عليك تسمعها مذاكرة، يصح
أما أعيد عليك الدراسة مرة أخرى، أولى ابتدائي، ثانية ابتدائي، ثالثة ابتدائي، والله ما ترضى. جزاك الله خير على هذه النصيحة. أخذنا أنه لابد أن الحقوق متبادلة، كما أن الطالب له حق على الشيخ، الشيخ له حق على الطالب، حقوق متبادلة، يؤدي الطالب حقوق ستة. نعم. الأساس يقول العلم، وكل من أتقن شيئا عرف به. إذا أتقنت العلم إيش تكون؟ إيش يقال عنك؟ عالم. أتقنت اللعب إيش يقال عنك؟ وأتقنت الضحك ضحاك، صحيح؟ نعم. وأتقنت الفن يقال عنك نسأل العافية السلامة فنان، يعني حمار. نعم نعم يا أخي. نعم، المتعلم إذا عمل قد يكون بهذا معلم. وأنتم الآن دعاة إلى الله، شئتم أم أبيتم. تعاملك مع الناس صحيح، كيف تتعامل، كيف تنظر للنساء، كيف تتعامل مع الرجال، كيف تتعامل في حياتك اليومية. الطواغيت خمسة، رؤوس الطواغيت خمسة، لابد أن نحذر. ولا تظن أنك سالم، انتبه، لابد تحذر. نعم الشيخ. للبقاء في بلاد الكفر يعني يجب تصحيح النية، تصحيح النية بأن تبقى للدعوة إلى الله، يعني التعريفات والمتن. لا تمام، بعلم. نعم. كانت عندي نفس. طيب نعم. واحنا اخذنا فائده واحده، الله يسامحك انت هو. نعم. ايام الانسان خمسه، ايام الانسان قلنا خمسه، يوم في العدم، ويوم في الاجنه في البطن، ويوم في الدنيا، ويوم في القبر برزخ، ويوم الاخر. الله يفتح عليك. معامله مع الكفار متوسط، اننا نتوسط في التعامل مع الكفار ونبين هذا لهم، ونقول نحن لا نغش الكفار، ننصح لهم. لا إفراط ولا تفريط. النفي والإثبات. لا إله إلا الله يقول تقوم على ركنين، النفي والإثبات، الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله. نعم. يا أخواننا والله هذه المتون وضع الله فيها البركة، فنحن نأخذ بمتون العلماء التي أوصى بها العلماء ونمشي على هذا حتى يفتح الله علينا، لكن نتعلم تعلم حقيقي. أما نتعلم هكذا تسمع وتمشي لا يصلح، كل مرة ندرس أصول ثلاثة لا يصلح. فالمرة القادمة إذا أردتم نسأل ونختبر ثم نأخذ درس جديد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرى الحق حقا ويرزقنا اتباعه، الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. كيف تكون دعوة غير المسلمين؟ كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل معاذا إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يهود نصارى أهل الكتاب، لديهم كتب لديهم حجج. قال ناظرهم؟ لا. قال بين ما هم عليه من أخطاء وضلالات؟ لا. إيش قال؟ ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية وحد الله. إذن أسرع طريقة لدعوة غير المسلمين توحيد بس. أما تقول له شوف أنا الآن هذا أقول له، أقول عندكم كذا في المغرب، يقول وأنتم عندكم السعودية كذا، وما ننتهي صح. وجربوا هذه الطريقة عندنا مركزين للدعوة. المركز الأول 50 ممرضة فلبينية، مركز الثاني 50 ممرضة. الداعية هنا توحيد فقط، الداعية هنا مناقشة. بعد شهر الحصيلة 50 أسلم 40 عند التوحيد، هنا عند المناظرة أسلمت واحدة. هذا الداعية اللي هنا يقول هذه أتعبتني ليل نهار وتعطيني شبهة وأرد عليه، شبهة وأرد عليه. فهمت؟ إذن أسهل طريقة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تعرف هنا عندكم بعض المراكز موجود في أوروبا، يأتي الرجل يدخل في السلم، قال لا انتظر فكر،
هل أنت يعني تريد الإسلام أو لا؟ ليش؟ كان الرجل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ يا أشهد مباشر، ما يقول له انتظر فكر. وما يعني بعض الناس يقول اسمع ترى الإسلام في ختان، والإسلام ترى إشكال، ممكن الآن زوجتك خلاص تذهب عنك. لا، خطأ، هذا خطأ في الدعوة. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أنت لا تخاطب شيء إلا بالشهادتين، تقول لا ختان ولا شيء. حتى مرأة جاءت وقالت ما أريد حجاب، نقول من قال لك تتحجبي أصلا؟ نريد تدخل الإسلام. إذا دخلت الإسلام شرح الله صدرها. ومسلمة سافرة أو كافرة محجبة أفضل؟ الأولى. فهمت؟ جاء نصراني إلى الضحاك بن مزاحم، الضحاك بن مزاحم إمام، قال يا إمام إن أحب الإسلام وأحب الخمر، يعني ما الذي يمنع من دخول الإسلام؟ حب للخمر. قال له الضحاك أسلم وإن شئت شربت الخمر. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد الرسول. قال أنت الآن مسلم، ترجع للدين يقتلك السلطان، تشرب الخمر يجلدك السلطان، خلاص لا محر. مفهوم؟ إذا لابد في الدعوة من شروط خمسة. الأول إخلاص، أدعو إلى الله. الثاني العلم الشرعي ومعرفة حال المدعو والحكمة السنة والصبر. هذه خمسة شروط في الدعوة إلى الله، والله أعلم.